هون مع الرز واللحم بصل وكيومن بابريكا تومريك حطينا تمون كركم وكمون وفلفل حلو ممكن او ممكن احط شويه حار فيها. انا الاكل الليبي اكتريته حار في حر. انا بتذكر حتى من السنه الماضيه لما حكينا عن المطبخ الليبي انه النكهات السبايسي او الحره دائما بتكون فيها هاي الطعمات. انا لازم من المطبخ الليبي دائما بتذكر اصدقائي الليبيين وكلهم بوجه لهم تحيه لانه فعلا هالمطبخ غني بالنكهات. شفت فيه اشياء كثير تفاصيل ما كنت بعرف عنها انه مثلا الباستا بتستعمل بعض الوصفات, في وصفات بيستعملوا فيها الكبده كثير, فمطبخ جدا غني. يعني من هيك انا هلا متحمسه على الصور اللي حتبعتوها لحتى نتحدث اكثر عن ابعثوا صوره بازين من فضلك, كان عندكم صوره بازين ابعتوها, لازم نوري شيف هلا شكل البازين. شو هو البازين؟ انا قلت هذا البازين لازم بس بليبي ما بتحضر اي مكان ثاني, نعرف شو البازين. طيب بعد ما حضرنا هون التفاصيل بدك اذا بدك تمام اوكي بالايد عادي اوكي حطيتي هون اللحم والرز والبهارات كلها مع بعض, اذا كمون كركم حطيتي لها شويه ملح خلطتي معها السمنه, ومثل ما عم شوف هون معاكي نيروز انه اللحم كميته اكثر من الرز بهلا بكثير لانه المحشي اللي مثلا بيعملوه بالاردن ولبنان وسوريا بيكون رز اكثر واللحم تقريبا كميته الربع, فهذا العكس. اوكي خلص واضح بحبوا اللحم بحبوا اللحم لازم. ما عندناش اكلات فيجيتيريان في ليبيا تخيلي يعني أبداً مو بالبوريك بالدحي بس بو هذا مش حتى بجدايم هو بالدحي نعرفه شو الدحي بيض سوري بيض أوكي. لازم نتعود نقول كلمة بعدين نترجمها يا جماعة حضم ودحي واختلفت المسميات عن جد